يوميات الاغتيالات في عدن لا تتوقف، ويبدو أنها لن تنتهي أيضا. تظهر هذه اليوميات أن التحرير لا يعني بالضرورة عودة السلم، وأن هناك معركة أكبر ينبغي خوضها للوصول بالمناطق المحررة إلى بر الأمان، خاصة في ظل وجود أطراف سياسية تمارس لعبتها المفضلة في تصفية القيادات المناوئة لها، خاصة في ظل وجود أطراف سياسية تمارس لعبتها المفضلة في تصفية القيادات المناوئة لها من عسكريين وقضاة وقادة وحتى مواطنين، وإن كانت بشكل خفي هذه المرة. أصابع الاتهام تشير وبشكل منطقي إلى جهة تكمن مصلحتها في عدم استقرار الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة، لتفشل جهود السلطة الشرعية في تقديم عدن نموذجا يظهر كيف ستكون عليه المناطق المحررة بعد عودتها للشرعية. لكن هناك جهات أخرى تعمل في الأرض وتظهر نفسها بشكل علني بتبني بعض عمليات الاغتيال، مثل تنظيم القاعدة الذي يريد إظهار تزايد نفوذه في المحافظات الجنوبية، خاصة تلك المحررة منها من قبضة الحوثي والمخلوع، في محاولة لإعطاء مبرر للحرب التي تقودها الميليشيا على مختلف مناطق الجمهورية. آخر أخبار الاغتيالات تفيد بمقتل 5 من جنود شرطة البساتين في هجوم لمسلحين مجهولين بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة شمالي عدن، ليلوذوا بعدها بالفرار. تأتي هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على مقتل 3 جنود يعملون ضمن حراسة قائد عسكري برصاص مسلحين مجهولين في منطقة إنماء شمالي عدن. المواطنون لا يسلمون من الاغتيالات بدورهم، حيث قتل مواطن في كريتر بعد خروجه من صلاة الجمعة برصاص مسلحين مجهولين أيضا. كالعادة يظهر وراء كل هجوم أو اختطاف في عدن تسمية مسلحين مجهولين، في إشارة ربما لتلك الأطراف المجهولة المعلومة التي تريد قطع الطريق أمام الرئيس هادي وحكومته في المضي نحو بناء دولة يمنية وإن كانت في العاصمة المؤقتة عدن.